السيدات اللي بيكون عندهم تشققات في الجلد في منطقة في البطن وأسفل البطن تحت، هنا لما بيعملوا العمليات زي شد البطن مثلا اللي احنا بنقول عليها أو التامي تاك، وده تعبير متعارف عليه، التامي تاك ده يعني ده مش كلمة طبية، ده تعبير هم حتى بره بيقولوا على شد البطن اسمه تامي تاك. يعني ايه تامي؟ تامي يعني بطن، تاك يعني جابوها من ايه؟ لما في طفل يبقى ماشي كده في الشارع وهدومه مبهدلة وطلع لبره، فمامته تجيبه كده وتقول له ايه تاكت، يعني دخل هدومك جوه، فهم شبهوها اكيد من الجلد المترائل ده احنا كله دخل وتشد، فسموها التامي تاك. فدي التامي تاك الاجراء اللي بيتم ده عشان بيتشال فيه جلد المترهل اللي تحت اللي فيه تشققات، ساعتها لما هي بتعمل شد البطن بتستفيد ان المنطقه اللي كان فيها تشققات اتشالت، فدي تقنية. بس ده طبعا يبقى حظها لو هي تحت، لكن في ناس بيكون عندهم بطنهم من فوق فيها تشققات، ساعتها مش هتتحسن خالص برضو بالشد يعني.